السلام عليكم خوتنا، اليوم راح تكونوا معنا في رحلة شيقة جدا وفريدة من نوعها. وقت الأحداث يعني كي ما يكونش عندك دراهم كيفاش دير باش تصنع؟ مي عندك ميزانية صغيرة حاب تروح تحويزها، تابعونا تشوفوا تحويزها كي تروحوا إن شاء الله في هاد لافيديو. السلام عليكم خوتنا العزاز، والتحق معنا أحمد شاقورة زميلي في الرحلة هذه اللي راح نقاسمو أحلاوته ومرارة هذه الرحلة. هذا هو الإنسان اللي ولد في الأخضر والأسير، أبو الله يبارك الله يحفظكم قلبي. تبغى سوني يا شبة كيما تكون الحصبة إن شاء الله يفيد الشبة. أخونا حطنا في زيرة ودارة ما يتمشوا شرق غرب على ربي وخلاص. تبع ولاد الحلال خاوتي هم اللي كزوا عامل لهنا صوا ولا ولاد الشعب عاونوا هنا وهم واقفين معنا الحبه التالية. ربي يحفظكم خاوتي. واش اضرب كلمه ديما نقول لك ربي يحفظنا. اضرب كلمه خويا، واش نقول لك يا خويا؟ ربي كما يقول ربي يجيب الخير وخلاص. يعطيك كلمه الله يجيب الخير للبلاد هذه. ربي يستركم ان شاء الله. ان شاء الله بابانا، ان شاء الله الله يخليك. ميرسي بوكو، ربي يخليكم، يعطيكم الصحه. السلام عليكم خوتنا، نوري لكم عينه تاع ولاد الحلال. تليفون وعاود جابوا لنا خوتنا ولاد الحلال، كل حاجه لشعب الجزائري. ربي يعيشكم وربي ينصركم ان شاء الله. الله الله يحفظك ويا بارك الله. الله يعيشك خويا. الله يعيشك خويا. رانا في الأخضرية في الكوفة إيسونسال الأخضرية، وعلى ربي نشرو قرعة ماء وقهوة ومن بعد تبان الحال. تابعونا رانا رايحين.
حنا كيما راكو تشوفو مع خاوتنا في الجاية. وأديك وحتى ما تخصكو ومرحبا بكم. وإن شاء الله يتنحاو كاع. ورجاء جزائريين. خوا خوا. خوا خوا. الله يحفظك. ماتوا شاهدوا خوتنا العزاز رانا رايحين للكاب كاربون كاب كاربون رانا اختربنا ومنطقة ولا أربعة بالبزنس أجواء رائعة أخويا شقورة راهو معايا متواجدين في الكاب كاربون الحمد لله رانا جايبين لو سباغيتي معنا اليوم أجواء جد رائعة أطفال فرحانين لومبيونس شوادة بشق الأنفس خاوتنا جينا من فوق هذا البلا جينا من فوق هذا البلا ضبنا حبة حبة ولكن مناطق ولا أروع مياه كرقاء ولا أروع ولا أروع الله يبارك هذه هي البلاصة اللي راح نستعروا فيها إن شاء الله
لا غير تبان بيان. السلام عليكم خوتنا، كيف راكم تشوفوا تعشينا انا وخويا احمد. الظلمه رانا عند البحر، رانا في واسمها رانا في بلاصه واعره بالبزاف خوتنا، وغدوه صباح كي نوضوا من الرقاد زيدوا تشوفوا انها منطقه ولا في الاحلام. صباح الخير خاوتنا، يومكم زين. اليوم ثاني يوم ناموس كرتفنا، حنا مازال يقرز من العمود، انا داخلين نصيدو وعلى ربي بالفليشه تاعنا حاجه باينه، وعلى ربي خاوتنا ان شاء الله يكون. سرقنا باكي قاطو تالي اللي كنا راح ناكلو. ها انا خارجين من الكوب كاربون، تعبنا كي طرعه كي الحبه تعبنا بزاف خاوتنا في الطلعه. اللي يكون جاي لهذه البلاصات طلعه رايحه تقول خارجين من بيجايه، رانا مع التليفون تاع احمد كوندور، والله غير قدو الكومباني ضربت مازن حراك بلوكا. على كل حال انا رايحين ان شاء الله يتريق لهذا الحاكم الذكي. عاودنا ولينا لابلاصات باش نستناو ذاك التليفون. جرة اخويا جرة، الكوندور جرة جرة ضباع. تحية اخويا قدور بالكبار، محن معايا بلاص قيدون خاوتي. هاي هيا نزيد هيا 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 السلام عليكم خاوتنا، اليوم رانا في ولاية أخرى، ولاية جيجل، رانا في شاطئ الولجة. الولجة شاطئ الولجة، شاطئ واعر بالبزاف، رانا هابطين حبة حبة. اليوم راح نباتو هنايا وتابعونا، مازال كاين كاش صيادة كاش عبسة كاش مقالي.
احنا الاعزاء صباح الخير. قدنا هنايا البارح في ديجل في زيامار قدنا بيه هنا الحق تاع ربي ما كاينش ناموس. ودركا رانا خارجين من زيامار يا ربي طريق الهوزة. خاوتنا هذا هو الانسان اللي طلعنا من تمانا للقل. قول حاجه الشعب الجزائري. عايدكم يا خوتي باش نقول لكم سامحوني كاش ما قصرنا في هذا الحوار. والله خونا من عنابه قول حاجه الشعب الجزائري. وش رايح نقول يعني؟ اللي تقول هذا الحق الميصر. الله يعطيكم مبارك اخويا كل اخويا. الله يسلمك بس عنابه الله يحفظك خويا. يبقى على خير. وشوفوا خوتنا هذا هو اللي مخدم فينا المكان صاحبي وهاب. ناس عنابة قولوا حاجة الناس في بازا. صح عيدكم اخوتي. اكو سمعتوها من عنابة. الجزائري صح عيدكم نقولوا مش حابين. شعب الجزائر صح عيدكم وكل عام وانتم فرحانين ودخلوا لتمنى بفرح وسرور على كل مستوى في الجزائر. الله يسلمك حبيبي وبارك الله فيك.